منذ أن خلق الله تعالى الأنثى جعلها الشريك والأنيس والعنصر المكمل للرجل. ما كانت المرأة على هامش الحياة يوماً ما إلا في الشعوب الجاهلية. يكفي أنه لولا الحسين عليه السلام لما بقي للدين شيء، وكانت ثورة الحسين عليه السلام تكتمل بجهد امرأة. من هي؟ هي السر المحير. أستاذ علي، كيف تنظر للمرأة؟ يعني المرأة شخصية مهمة، لكن في الفترة الأخيرة بعض النساء للأسف. صحيح صحيح، بعض النساء أصبحت ما تفهم دورها، والمجتمع صراحة هو السبب. صحيح، المرأة إنسان كالرجل، لما ينشأ هو جاهل بدوره بالحياة يصير يتخبط، وهذا ما له علاقة بأنه مرأة أو رجل، لا نفس الشيء. هذا محور حلقتنا، وهذا كان دور السيدة زينب عليه السلام. صحيح، السيدة زينب عليه السلام لما عرفت دورها صارت رمز مخلد. لما يكون الإنسان سر غيبي، ولما تكون المرأة لغز لا يمكن حله بأي شكل من الأشكال، تكون هذه المرأة هي السيدة زينب عليه السلام، السيدة التي تدخلت حتى السماء بتسميتها. أستاذ علي، تعرف معنى زينب أكيد؟ نعم. زينب الشجرة المباركة، هكذا تعني. هذه السيدة تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار، وكان من الأثرياء بالمدينة، وهذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وآله. غني وكريم جدا، كان يكرم بالعطاء بشكل ملفت للانتباه. رزق الله السيدة زينب من زوجها عبد الله أولاد ذكور وبنت واحدة اسمها أم كلثوم. أما بالنسبة للذكور اختلفت الرواة بأسمائهم، والمشهور عون وعلي الزينبي ومحمد وعباس أو جعفر. استشهد عون ومحمد مع خالهم الإمام الحسين عليه السلام ومدفنهم مع الشهداء. وأما علي الزينبي، أستاذ علاء ولو أقاطعك، إيش معنى علي الزينبي؟ سبب لقب علي الزينبي لأن نسل عبد الله والسيدة زينب استمر من خلاله. أستاذ علاء، ما أتذكر أن السيدة زينب نعت أولادها، عندك معلومة عن هي الشيء؟ لأنها زينب عليه السلام، هكذا تكون التضحية. زين، وبالنسبة لخروجها مع الإمام، كيف كانوا هي متزوجة؟ بعد أن علمت أن الإمام الحسين عليه السلام سيخرج إلى كربلاء، بدأ قلبها يخفق، لا يمكن أن تفارق أخيها، وما سامعين بعلاقة أخوة مثل علاقة السيدة بالإمام. أقبلت إلى زوجها عبد الله وهي باكية وقالت: يا ابن العم، هذا الإمام الحسين عليه السلام أخي وشقيقي، عازم على المسير إلى العراق، وأنت تعلم علاقتي به ومحبتي له وعدم صبري على فراقه، وحيث أن النساء لا يجوز لهن السفر ولا الخروج من البيت إلا برضا أزواجهن، جئت إليك أطلب منك الإذن في السفر مع أخي الإمام الحسين عليه السلام، أتأذن لي بذلك؟ فإن لم تأذن لي بذلك امتثلت أمرك وانتهيت بنهيك ولم أذهب معه، ولكن كن على علم بأني لو لم أذهب معه لما بقيت بعده في الحياة إلا قليلا. وافق وأرسل معها ولديها، وصلت إلى كربلاء. رح تبدي قصة أخرى، فما يعرف التاريخ موقف مثل موقف لم يرى ولم يسمع صبرا كصبرها، ومع ذلك ما انهارت وبقت مثل الجبل الشامخ، حتى رآها الإمام السجاد عليه السلام ليلة 11 من محرم بعد أن فقدت كل أحبائها تصلي صلاة الليل وهي جالسة. لذلك أطلق عليها جبل الصبر. وحتى الكوفة وقفت أمام ابن زياد الطاغية بكامل عفافها وحجابها وشموخها، حتى أنه سأل: من هذه المتنكرة؟ قالوا: هي زينب. وهكذا في أصعب الظروف كان الحجاب والعفاف رفيقها. قال اللعين: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلة. حين يكون ولي الله لا يرى من الله إلا الجميل، حتى البلاء. أستاذ علاء، بس مو كل واحد يتحمل البلاء، بعض الأحيان واحد ما يتحمل كل شيء. صحيح، بسبب قلة الإيمان متناسين قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما نقارن نفسنا بالسيدة زينب عليه السلام من حيث التحمل وقوة الصبر. صحيح، دسمع، شوف الصبر لما وصلت العقيل عليه السلام إلى الشام بعد عناء وتعب، حتى تقلب الدنيا على رأس يزيد عليه اللعنة، وحتى تقول الكلمة المدوية: فكت كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. تدري، جدا مشتاق لزيارتها. خلينا نبلش تصوير.